فاتحة إن شاء الله ترحم على ضحايا زلزال الحزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، قدر الله تعالى ابتلاء على إخواننا في الحوز، في منطقة الحوز، اختبارا له وتمحيصا ليتخذ منهم شهداء. وكلنا أيها الإخوة قد عاش تلك اللحظة وتلك الهزة الأرضية والزلازل أيها الإخوة وغيرها هي جند من جنود الله عز وجل يرسلها على عباده ليرجعوا إلى طريق الحق. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فبعد هذه الهزة أيها الإخوة، منا من توفاه الله واستشهد، ومنا من منحه الله فرصة أخرى في الحياة ليتعظ. فالله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة عظيمة ألا وهي نعمة الإمهال. الله عز وجل زادنا مهلة في الحياة لنصلح علاقتنا مع الله عز وجل ولنصلح من حالنا وأحوالنا. والمؤمن أيها الإخوة لا يرى فيما أصابه إلا الخير. المؤمن دائما أي حال أصابته سراء أو ضراء تراه يرى أنها خير وليس فيها شر. وهذا يتجلى فيما رأيناه في إخواننا في الحوز الذين أصيبوا بهذا المصاب الجلل، ورأينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى في أخلاقهم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني الحمد لله شنا الناس رغم مصابهم كلهم يقول الحمد لله على يعني على على هالشي اللي صار. يعني ما كاينش شي واحد فيهم يتسخر او يقول كلاما غير لائق. وهذه الاحداث ايها الاخوه جعلتنا نكتشف الاخلاق العظيمه والكرم المتجدر في المغاربه ملكا وشعبا، لما رأيناه من كم هائل من المساعدات المختلفة المادية والمعنوية. يعني هذه المسائل جعلتنا نبكي ونذرف الدموع مرتين، جعلتنا نبكي مرتين يعني من جانب يعني الذي افتقدناه، ومن جانب آخر جعلتنا نبكي فرحا، يعني بكينا حزنا على إخواننا وبكينا فرحا على كرم المغاربة وعلى رأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والعالم كله أيها الإخوة، العالم كله وقف احتراما وإجلالا لمواقف المغاربة تجاه إخوانهم. وهذا إن دل فإنما يدل على قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللهم ارحم إخواننا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أسكنهم فسيح الجنان بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الجرحى والناس بمرض نسأل الله تعالى أن يداوي جراحهم، اللهم داوي جراحهم، اللهم اكشف ما بهم من ضر يا أرحم
العالمين. اللهم عوضهم خيرا مما افتقدوه، اللهم عوضهم خيرا يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وغدر الغادرين. اللهم اجعل وطننا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الملك محمد السادس امير المؤمنين، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم اقر عينه بولي عهده وسائر اسرته. اللهم احفظنا يا حفيظ يا عليم، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل مكروه وسوء. اللهم ارحم اباءنا واجدادنا الذين وراهم التراب. اللهم احفظ الباقين، اللهم يسر امورنا واغفر ذنوبنا. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.